الراديو 90 90 هواها مصري. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. رمضان كريم، 5 رمضان يرحب بكم، ومعكم أحمد يونس في عمارة الحاج رمضان على الراديو 90 90 إذاعتك رقم 1. اوعى تكون من اللي لما حد بيتكلم اليومين دول يقول لك ده رمضان قرب ويخلص. قرب يخلص ايه يا عم؟ يا عم احنا لسه بنقول اللهم لك الحمد ان بلغتنا رمضان. يلا اكتبها حالا على الفيسبوك، هتلاقي البوست بتاعنا، صفحتنا هي الراديو 90 90، وعلى تويتر الهاشتاج بتاعنا على تويتر، ودايما بتلاقيه ترند عمارة الحاج رمضان شقة 5. اكتب دلوقتي اللهم لك الحمد ان بلغتنا رمضان. وقررت ان انا وانا رايح عمارة الحاج رمضان النهارده اكلم صديقي الصدوق، صديق الصباح في صباحك ومطرحك، محمد عمرو، محمد المسؤول بقى عن كل السوشيال ميديا بتاعت صباحك ومطرحك الصبح، وبنسى ابعت له البوست ويصحيني الفجر، هو بيحاول يصحيني بس انا ما بقاش صاحي، فهو بيتصرف بقى. ابو حميد يونس يا باشا، رمضان كريم. الله اكرم حبيبي. بص انا عرفتك تعريف صغير كده، بس انت بقى عرف اللي بيسمعوا عمارة الحاج رمضان بيك اكتر. بص احنا هنا في الراديو يعني شغالين مع بعض بقالنا تقريبا 4 سنين. احنا كسوشيال ميديا طبعا بنبقى مسؤولين عن اي صغيره وكبيره موجوده هنا في الراديو، سواء يعني من برامج الصبح لغايه بالليل، اي حاجه بتظهر على البيج بتاعت الراديو او على تويتر او على الانستجرام، اي صور اي فيديوز اي حاجه بيشوفوها على البيج بنبقى احنا مسؤولين عنها ولازم تعدي علينا الاول. بس من اول بقى صباحك لمطرحك ومطرحك لغايه كلام معلمين تحت، كل ده بتاعنا. طيب هنسيب البرامج شويه وهنتكلم في الشهر الكريم. انت يا باشا عريس جديد، وده اول رمضان بتضحك قوي كده. الحمد لله. لا اله الا الله. اشتريت طلبات رمضان ولا المدام اللي نزلت اشتريت؟ والله بص احنا بننزل نتعامل، يعني احنا ما عندناش حاجه اسمها طلبات رمضان لوكشه واحده. احنا مش ماشيين حياتنا ده، احنا مثلا يعني ايه مش يوميه برضو، بس يعني ايه بالاسبوع اكل النهارده وبكره، مش لازم انزل اجيب بالشهر. انا شايف ده احسن، يعني انا مش عيب تنزل تقول للراجل انا عايز مثلا نص كيلو او عايز، بحيث تاخد انت في الاخر الحاجه يوم بيومه، يعني دي بيبقى احسن لك انت ان انت تاخد الحاجه يوم بيوم، ما تاخدش حاجه فروزن او تجيب حاجات بكميات رهيبه في الاخر تلاقي نفسك بترمي. فكرتني. طب مراتك ايه اكتر حاجه حلوه بتعملها؟ الملوخيه، بس هي الملوخيه عندها مميزه بيها جدا. انت بتعرف تعمل اكل؟ اتعلمت ده بعد الجواز؟ بعد الجواز. يبقى مراتك بتعمل الاكل؟ متاكد؟ لا بس بص احنا الاثنين، هي شغاله في بنك فبتنزل معايا وانا نازل الصبح وبترجع معايا، فانا بنحاول نساعد بعض، ان حرام برضو يعني لازم تقدر برضو الشخص اللي معاك، حرام هي تبقى شايله كل حاجه وبتنزل معايا، يعني كده مفيش فرق بيننا، احنا بننزل مع بعض ونرجع مع بعض. طب قول لي بقى، الدعوة اللي بتدعي بيها طول الشهر الكريم ونفسك ما يخلصش رمضان غير والدعوة دي مستجابة؟ والله يا مدام حامل دلوقتي، فالواحد يعني ايه ربنا يرزق الذرية الصالحة، ودي اهم حاجة طبعا. يا رب تقوم بألف سلامة يا رب، وسواء ولد بقى او بنت ان شاء الله. لا مش فارقة، يعني كل يجيب ربنا كويس، ربنا يقومها لك بالسلامة ان شاء الله، وربنا يخليكم لبعض يا محمد حبيبي. شقتنا النهاردة شقة 5، يلا بينا ندخلها. شقة ماما سميحة. ماما سميحة وعيلتها من أجمل الناس اللي الواحد قابلهم بصراحة. هي كبيرة العيلة، طول السنة ولادها مقسمين نفسهم، كل واحد فيهم بيجيب عيلته الصغيرة ويباتوا معاها يومين علشان ماما سميحة ما تباتش لوحدها أبدا، يعني متقسمين، حد فيهم بيبات حد واتنين ويروحوا على أشغالهم الصبح عادي جدا، حد فيهم يبات 3 و4 وهكذا، يعني المهم ما تبقاش في يوم لوحدها. أما في رمضان بقى تقريباً البيت ما بيفضاش، بيكونوا مقيمين عندها، ومهما كان العدد كبير البيت حلو وجميل زي ما يقولوا، ريحه حلو كده بيسهل حبايب كلهم، أحفادها كلهم بيحبوها ومرتبطين بها جداً، وما بيبقوش راضيين يمشوا من عندها تماماً بتاتاً. أما الجيران في عمارة الحاج رمضان 5 اللي بيحبوا ماما سميحة واللي كلهم الحقيقة يعني بيحبوها، ما بينسوهاش أبداً من زيارتهم، عشان عارفين إن في أوقات بتبقى لوحدها، دايما كل شويه تلاقي الباب بيخبط على طول، اللي داخل يطمن، واللي داخل جايب هديه، واللي داخل يسال في استشاره، واللي داخل ياخد نصيحه، واللي داخله تاخد وصفه اكل. ماما بقى سميحه حكت لي عن الولاد كلهم، ولادها استاذ لؤي، مهندس احمد، دكتور علا، وسحر اللي عندها مشروع خاص بيها. حكت لي قد ايه هم برين بيها وعمرهم ما بيتاخروا عنها ابدا، وبتقول عمري في حياتي ما تعبت الا لما كان فيهم حد موجود معايا. قالت لي عارف
إن شعار ساعة تسعد أنا عايشة بيه لحد دلوقتي؟ قلت لها إزاي؟ قالت لي اللي أنا بحصده دلوقتي هو اللي أنا عملته مع أبويا وأمي. أنا كنت برا بيهم لآخر يوم في عمرهم، واللي ولادي بيعملوه معايا دلوقتي هو حصاد اللي أنا عملته لأبويا وأمي. كنت أروح الفجر أشوف طلباتهم وأفطرهم وأديهم الدواء، أطلع على شغلي وأرجع من الشغل عليهم الأول، أكون مرتبة الغدا أصلاً أسخنه وأحطه ليهم، وبعد كده أروح البيت أغدي الولاد، ولو ربنا يسر وكانت الصحة تمام ممكن أروح لهم في اليوم ده مرة كمان. قلت لها كنت ساعات بتروحي في اليوم 3 مرات؟ قالت لي وأكتر كمان، البيتين مش بعيد عن بعض، بس أنا كان ده حاجة كده، أنا مبرمجة رجلي رايحة جاية بين البيتين. يا ريتهم كانوا فضلوا موجودين. الخير عمره يا أحمد ما بيروح. أنا بشكرك يا ماما سميحة، وياريت كل اللي سمعنا يكون اتعلم من ماما سميحة درس. كم واحد مننا مقصر في حق والده ووالدته؟ كم واحد مننا مقاطع والده ووالدته؟ أرجوك كلمها، بوس إيديها، روح بوس إيدين بابا. مفيش حاجة تستاهل إن احنا نقاطع أبونا وأمنا مهما حصل. مش معقول يكون النهاردة 5 رمضان وما روحتش عيدت عليهم لحد دلوقتي. اوعى يكون اعتمدت على مكالمة تليفون، والله مش كفاية. الدنيا واخداك والمشاغل ماشي عادي، بس أبوك وأمك مفيش حاجة تاخدك منهم. أرجوك 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 حالا ارفع سماعة التليفون واتصل بيهم، سلم عليهم وقول لهم أنا جاي لكم بالكتير بكرة أو بعده علشان نفطر مع بعض. رمضان مليان بالخير والبركة والدعوات الحلوة المستجابة. عايزين نحطم الأرقام القياسية في السؤال على بابا وماما النهاردة وتيتا وجده. لو أنت عايش معاهم حالا، روح بوس إيديهم وقول لهم رمضان بيكم أحلى. على فكرة بوس إيد ماما وبابا مش لازم يكونوا مسنين على فكرة خالص، ممكن تكون مامتك أو باباك لسه صغيرين تقدر تعمل ده. والبر مش للأب والأم بس، البر بين المتجوزين كمان. دعائنا النهاردة إيه؟ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. سؤالنا اللي هنختم بيه واللي ليه جايزة مقدمة من عمارة الحاج رمضان، أغنية المسحراتي الشهيرة. قدمت الإذاعة المصرية فقرة المسحراتي في برنامج كان بصوت واحد من أعظم وأهم الملحنين المصريين، كان بيقول اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم، وقول نويت بكرة نحيت للشهر قايم رمضان كريم. مين اللي كان بيغني أغنية المسحراتي الأصلية والقديمة؟ يلا الإجابات على فيسبوك صفحتنا الراديو 9090، هتلاقي البوست بتاع حلقتنا النهاردة، اكتب الإجابة كتير جدا، أو على الهاشتاج بتاعنا على تويتر عمارة الحاج رمضان شقة 5. النهاردة الجايزة هتكون فطار ليك والحد كمان انت هتختاره مقدم ليك من عمارة الحاج رمضان، وهنعرفك وهنتواصل مع الفايز علشان يعرف الفطار هيكون فين. نتقابل بكرة إن شاء الله. أقول لكم إيه؟ سلام عليكم.